الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نستعرض معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم ووصلنا في ذلك إلى سورة فصلت صوره فصلت فيها الايات 9 الى 12 مثلت مشكله امام المفسرين واختلف المفسرون هل الارض خلقت قبل السماوات ام السماوات قبل الارض ودار حول ذلك جدل طويل للغايه ولكن الذي يعرف بناء هذا الكون يدرك ان الارض والسماوات خلقت في لحظه واحده لان الكون مبني على نظام شديد الترابط وشديد التماسك لا يمكن ان جرما من الاجرام يكون قد سبق تكون جرم اخر. فالسماوات والارض خلقت كلها في لحظه واحده. يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الايات الكريمات قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وهذان اليومان هم يوم الرتق ويوم الفتق. وقلنا في حلقات سابقه هذه أيام من أيام الله تعني مراحل متتالية ليست من أيام الأرض لأن أيام الأرض لا تحسب إلا بعد أن بدت الأرض دورانها حول محورها أمام الشمس وأيام الأرض اختلفت في الطول اختلافا هائلا في بدء خلق الأرض كان طول الليل والنهار معا أربع ساعات الآن 24 ساعة كانت سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء خلق الأرض ستة أضعاف سرعتها الحالية وهي في تباطؤ مستمر حتى يشاء الله سبحانه وتعالى ان تعكس اتجاهها فتطلع الشمس من مغربها وهو من العلامات الكبرى للساعه ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين يعني في مرحلتين متتاليتين نراهما يوم الرتق الذي كان فيه الكون كتله واحده ثم يوم الفتق الذي فككه ربنا تبارك وتعالى الى سحابة من الدخان خلق منها الارض وباقي اجرام السماء. قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين، اربعه مراحل متتاليه تم فيها بناء الجبال وتمت فيها المباركه خلق الغلاف المائي، الغلاف الغازي، خلق الحياه، خلق الانسان، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اخواتها في اربعه ايام سواء للسائلين، ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللارض: ايتيا طوعا او كرها، قالتا اتينا طائعين. وهنا اقول نقطه في غايه الاهميه، مؤداها ان الله تعالى خلق ارضا واحده وسماء واحده. ثم مايز الارض الى سبع ارضين ومايز السماوات الى سبع سماوات، وكان تمايز الارض الى سبع ارضين سابقا لتمايز السماء الواحده الى سبع سماوات. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الصوره المباركه: ثم استوى الى السماء وهي دخان وقد تم تصوير هذا الدخان فعلا بارسال مركبات فضائيه تجاوزت منطقه السحب ومناطق التلوث. وجاءت تماما بصور تؤكد ان هذا دخان لان الدخان في المفهوم اللغوي والعلمي كتله من الغاز داكنه اللون سوداء لها درجه حراره معينه وبها بعض الجسيمات الصلبه. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ايتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. وعلماء الفلك يقولون الذي يحدد سلوك الجرم السماوي هو الكتله. والسؤال الذي يفرض نفسه من الذي حدد تلك الكتل رب العالمين الذي يجعل الأرض كوكبا باردا يدور حول محوره أمام نجم متوهج كالشمس والذي يجعل الشمس نجما متوهجا يعني يخرج موجات كهرومغناطيسية عديدة له بداخله تفاعلات نووية هائلة للغاية الكتلة فالذي قدر تلك الكتل رب العالمين الذي يجعل القمر تابعا صغيرا ليس له غلاف غازي وليس له غماء الكتلة والسؤال الذي يفرض نفسه من الذي قدر تلك الكتل الله رب العالمين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ونحن لا نستبعد ان تجيب السماوات والارض ربها لأننا ذكرنا في حلقات سابقة ان الله تعالى قد وهب كل شيء من خلقه من اللبنات الاولية للمادة إلى الإنسان قدرة على الوعي والإدراك والشعور والانفعال والتعبير ومعرفة الخالق سبحانه وتعالى لذلك لا نستبعد أن تكون سماوات والأرض قد أجابت ربها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فقضاهن سبع سماوات يعني مايز السماء الأولى إلى سماوات سبع وهذا تم في يومين غير الأيام الست للخلق التمايز هذا لا علاقة له بالمراحل الست للخلق فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا سماء الدنيا بمصابيح والمصابيح هي النجوم وقلنا أن وسيلة الإنسان للتعرف على السماء هي النجوم وبما أن السماوات الأخرى زينتها مغايرة لزينة سماء الدنيا فليست بها نجوم فلا يمكن للإنسان أن يصل إلى معرفة ذلك. ومن هنا كرر القرآن الكريم ذكر السماوات السبع في مئات الآيات. وذكر الأرضين السبع في آية واحدة في ختام سورة الطلاق، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان مهما أوتي من أسباب التقدم العلمي والتقني لن يستطيع الخروج عن إطار السماء الدنيا. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها، كل سماء لها دور في هذا الوجود لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. عجيب ان يقول القران الكريم عن النجوم انها حفظ للسماوات. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك النبي الامي يقول في حديثه الصحيح آه النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، والعلم الآن يقول لنا أن كل نجم هو عبارة عن مركز ثقل في هذه السماء، يشد إليه أعداد من الكواكب، والاقمار والمذنبات والشهب والنيازل اذا انهار هذا النجم ينهار كل ما حوله لذلك قال ربنا تبارك وتعالى في هذه الصوره المباركه فقضاهن سبع سماوات في, يو في يومين يعني في مرحلتين واوحى في كل سماء امرها وزينا سماء الدنيا بمصابيح النجوم وحفظه يعني جعل هذه النجوم حفظا لسماء الدنيا ذلك تقدير العزيز العليم ونعلم الان أن كل مجرة والمجرات كمجرتنا مثلا فيها أكثر من مئة ألف مليون نجم يحكمها نجم واحد يعرف باسم الثقب الأسود كل مجرة هذه الأعداد الهائلة من النجوم وتوابعها من الكواكب والكويكبات والأخمار والمذنبات والشهب والنيازك يحكم ذلك نجم واحد اسمه الثقب الأسود له كثافة فائقة تقدر بأكثر من 250 ألف مليون طن مثل المكعب فربنا جعل هذه النجوم مراكز ثقل للسماوات ولذلك قال: فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا سماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. والى لقاء قادم ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه داعيا لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.